بيتك ومطرحك يا سامور. شكرا على النعناع الجميل ده. نعناع مفيد. فنان انت في الحل. بحب انا الحاجات دي يا سامور. فكرتني يا راجل ب... تضحك ليه يا سامور؟ انا الناس اللي ساكنين جنبينا جيراننا في بعض الستات كده يقعدوا مع بعض ويتكلموا بس صوتهم بيبقى عالي قوي. هم فاكرين نفسهم واطي. بس ست تقعد مع ست تانية تقول لها يا شيخ ده اديله الكلب عمره ما يتعدل. دي الكلب عمره ما يتعدل. تحس انه المثل يعني سلبي خالص. دي الكلب عمره ما يتعدل. مع ان الناس بتشوف الكلب وحش دايما يا سامول، ولكن الكلب وفي. اوفى الحيوان. اوفى من يعني اوفى من القطه، واوفى الكلب ده روحه حلوه يعني. بس الناس دايما بتشوف الكلب وحش، مش عارف ليه. مش عارف، حتى لما بالشتيمه واحنا صغيرين كنا لما حنش حد يقول لي يا كلب يا مش عارف ايه، بس الكلب دوت من احسن الحيوانات. من احسن حاجه. حتى في الدول الغرب لما بيهزروا مع حد بيقول له يا كلب، يعني مش ان هو بيشتمه، ده بيعلم منه. ولكن مش عارف، احنا عندنا ثقافه مختلفه. الكلب بس، ولكن انا ضد المثل ده بصراحه يا سامول. يعني ايه انت تشبه شخص عايز يتغير وتقول له ديلي الكلب عمره ما يتعدى؟ انا مش شايف انه في حاجه موصله بين الاثنين، لان الكلب ده شيء والشخص اللي عايز يتغير هيتغير. يعني على حسب الشخص، انا شايف كده من رايي. هو صح، هو في ناس بتاخده، في ناس بتاخده صح وفي ناس بتاخده غلط. يعني معنى المثل في البدايه كله اللي هو بيقول ايه، ان في ناس عنيده. ففي ناس لما بتعمل مثلا حاجه بيقول لك انا صح، حتى لو عملت ايه انا صح انا صح. فعشان كده بيتطبق عليهم المثل يقول لك دي للكلب عمره ما يتعدل، يعني حتى ما يعمل ايه هيفضل هو هو. ففي ناس كده، في ناس تعمل حاجه وتقول لك لا انا ما غيرش انا كده. ده حتى بيقول لك المثل بيكمله ويقول لك لو حتى جبت طوبه على الديل برضه مش هتعدل. برضه فلان يعني مفيش فايده من الاخر. مفيش فايده. هم انا شايف المثل ده غلط، بس انا ضد المثل ده. وهو المثل ضد الكتاب المقدس. بس نسمع راي الناس يا سامول. ايوه ونشوف كذا راي كده الناس بتقول عن المثل. ونرجع تاني نتكلم، نشرب النعناع المفيد. جميل النعناع. نشوف الناس بتقول ايه. ديل الكلب عمره ما يتعدل، ايه رايك في المثل؟ مثل جميل، كله مشاعر واحاسيس. ايجابي ولا سلبي؟ لا مثل ايجابي. نعم. معناه ايه؟ معناه انه اذا حدا مش منيح ما تستنى منه شيء، انه اذا حدا وحش رح يبقى هيك، ما تستنى يعمل لك خير او شيء. هذا لطيف المثل ده، بس انا ضد المثل ده النهارده. هو مش كل الناس زي بعضها، في ناس قابله ان هي تتغير وفي ناس ما قابلهاش ان هي بتتغير. لانه الكلب حيوان اليف. اليف. في ناس ما عمرها بتتغير، فبيقول لك الطبع بيغلب التطبع. بمعنى في ناس عارفة ان هي بتعمل اخطاء وزي كده ومستعدة ان هي بتتغير وبتتغير، لكن في ناس بتعمل اخطاء وعارفة ان هي اللي بتعمله ده غلط لكن عمرها ما تتغير. يمكن نعدد منه اكيد، يمكن يتعدل. يعني بترجع للبني ادم. انا غيرهم لا ما اقدرش، هم المفروض هم اللي يغيروا من نفسه. زي انت بتحط البزراية لا تطلع لما تطلعش، انت هتعملها ايه اكتر من كده؟ في ناس كتير اللي بتعرف أخطائها وبتحاول تتغير وبتتغير، بس على حسب يعني، في ناس وناس. يمكن في حدا، يس في حدا. حدا واحد، يس حدا هيك ما رح يتغير، إن هو هيفضل هو، يس. في واحد كان صاحبي، كان الشخص ده بيشرب حاجات مش كويسة والمهم كان بيعرف إن الحاجة دي مش كويسة، وكنا بننصحه وعلى طول بننصحه زي كده، واتضح ان هو برضو مستمر ان هو ما يعملش حاجه زي كده، ان هو يشرب وزي كده، وكانش همه ايها حاجه، بس كان بيعرف ان اللي هو بيعمله ده غلط لكن ما كانش قابل ان هو يتغير. ممكن انصحك لو انت بتقبل النصيحه يعني من الناس، لكن لو ما بتقبلش خلاص انا ماليش دعوه. بس لكن انت اللي عليك الجزء الاكبر انك تغير من نفسك. خلاص الناس قالوا لك اللي ده غلط، انت بقى بمزاجك عايز تغير ما تغيرش براحتك، بس الطبع بيغلب التطبع. انا بحاول اذا قدرت، بس اذا ما قدرت. هو كل واحد، هو مش مقصود ان هو دين، هو المقصود معنى كلمه دين ان كل واحد ليه اخطاء، عيب عيب، ف
ففي من اللي بيعرف عيبه بيتغير، وفي اللي بيعرف عيبه ما بيتغيرش. اللي ما بيتغيرش هو ده اللي ما بيتعدلش، لكن اللي بيتعدل هو اللي بيتغير. نعم. جميل ان انا ده هنيه كمان رايهم كان احلى كمان. اه كل واحد ليه راي مختلف، وكل واحد بيقول عجبني. في واحد بيقول انا بصراحه ما اقدرش اغير من حد، علشان كل واحد المفروض يبدا من نفسه. يبدا من نفسه يعني انا ما اقولوش انت تعمل كذا، انا ممكن انصحه بس هو المفروض اللي يبدا هو اللي يقول انا اللي غير من نفسي. يعني هم متفقين انه المثل على حسب الشخص، مش لانه ضده ولا معه، لانه هو الشخص اللي بيختار هو اللي بيتغير او هو اللي بيفضل زي ما هو على حاله. ولكن اكيد يا سامويل عايزين نعرف يعني الكتاب المقدس ضد المثل ولا مع المثل؟ طبعا لازم نحط كل حاجه مقارنه بالانجيل. الانجيل بيقول عليها لو نقارن نفسنا بالكلاب دي مش حلوه. ليه؟ علشان ربنا بيقول ايه، انا خالقكم على صورتي، يعني انت على صوره ربنا وانا صوره ربنا، فما ينفعش اقول انا صوره الكلب مش وحش وعارفين، بس صوره البني ادم يعني ربنا خلى الناس اعلى من الحيوانات، يعني لهم قيمه اكبر، يعني صورة ربنا ديت مش حاجة سهلة. فاللي هو نشبه نفسنا بالكلاب دي مش حاجة حلوة. بس ايه بقى اللي فيه في المثل والانجيل؟ بيقول ان احنا من غير ربنا عمرنا ما يتعدل. فدي الصح اللي في دي. يعني احنا من غير ربنا، يعني من غير الاحتياج لخالقنا وابونا السماوي، احنا عمرنا ما نتعدل، عمرنا ما نروح السماء. فعشان كده ممكن ينطبق عليه بالحتة دي. بس في آية بتأيد الكلام اللي احنا بنقوله، الآية دي مكتوبة في أرمية، أرمية 13 من العدد 23، بتقول هل يغير الكوشي جلده أو النمر ركته ركته. هل يغير الكوشي؟ الكوشي ديت حاجة اللي هي السودة الحبش يعني. أو النمر ركته، فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر. يعني بيقول انتوا ما تقدروش تغيروا، في حاجات ما ينفعش تتغير. انا مثلا مولود باللون ده، ما ينفعش اقول لي انا عايز ابقى ابيض خالص، لا انا ما ينفعش اغير. فبالظبط كده ما ينفعش نتغير غير بالمسيح. بالمسيح. يعني هو انت ما ينفعش تغير طبعك، زي ما اقول لك رقته، يعني احنا بنقول بالصعيد المرقع يعني اللي هو ابيض واسود. ما ينفعش تغير، هو كده يلدك. ولكن انت اذا عايز تتغير هتغير طبعك مع المسيح. يعني الشرير بيقدر يغير نفسه، فأنا شايف هنا أنه لا، الشخص ما يقدرش يغير كجسمه، كالجلد، كعنيه، كوشه، ككل كالخلق، يعني زي ما ربنا خلقك ما ينفعش تتغير الخلية بتاعت ربنا، ولكن أنت ممكن تغير طبعك. صح. ممكن تعمل بدل ما تعمل شر تعمل خير. فأنا شايف أنه الكتاب المقدس ضد المثل. هو في الحته دي اللي هو ما يعني لا، في المثل بيقول ما ينفعش يتغير. فصح بحض المثل بيقول ايه، عمره ايديه الكلب عمره ما يتغير ما يتعدل. فصح هنا بيقول ان احنا عمرنا ما نتغير، عمرنا ما نعرف نغير. البرانة هو بس اللي جوانا بيتغير، مش احنا اللي بنغيره، المسيح هو اللي بيغيره. في ايه بقى بتايد الكلام اللي احنا بنقوله؟ في كورنثوس الثانيه الإصحاح الخامس عدد 17، بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة كل الأشياء العتيقة اللي فاتت قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كل بقى جديد. يعني دلوقتي بقى بيتناقض، دلوقتي بيقول لا، في المسيح إحنا خليقة جديدة، الأشياء العتيقة، الأشياء كل الحاجات اللي راحت مضت، إحنا بقينا خليقة جديدة. فين؟ في المسيح. عتيقة يعني حاجة قديمة. نقول حاجة عتيقة يعني من معتقة. فهنا بنلاقي انه في امل، يعني مش انه ديل الكلب عمره ما يتعدل. كلام خطأ وغلط. لا، الانسان ما ينفعش يتشبه ككلب طبعا، فما ينفعش انا اشبه المثل ده انا شايف انه المثل قاسي شوية، سلبي، ما يغيرش حد. لا، الانسان ممكن يتغير، ممكن هو لو حاول هيتغير، لو طلب من ربنا ربنا هيغيره. ولكن الشرير اذا هو عايز يكون شرير مش هيتغير. صح، الشرير لما بيعمل شر وهو اتعود ان هو يعمل الشر، فهتلاقي ان صح المثل ينطبق عليه، ديل الكلب عمره ما يتعدل، لانه هو حابب كده، مش عايز يتوب، مش عايز يتغير. فانا شايف ان المثل بينطبق مع الاشرار اللي هم مش بيطلبوا ربنا في حياتهم عشان يغيرهم. صح، اللي مش شايفين ان ربنا يقدر
ربنا قادر على كل شيء. يعني لا يعصر عليه امر، ما فيش اي حاجه بتيجي قدامه وربنا يقول يا ايوه صح ما خدتش بالي من دي، يا دي صح دي ممكن تبقى بي. لا حاشا، ربنا خالق كل حاجه، كل حاجه تحت امره، كل حاجه ربنا عارف بتمشي ازاي، هو المؤلف حياتنا، هو اللي خلقنا على صورته، هو اللي عامل كل حاجه، ما فيش حاجه صعبه عليه. فالاشرار علشان زي ما انت بتقول مثلا ما ينطبقش على الاشرار، ينطبق على الاشرار ليه؟ علشان الاشرار مش حاطين المسيح. عشان كده بيقولوا صعب يعني كبير قوي ان احنا مثلا نعمل كذا ونعمل كذا، مش حاطين في دماغهم ان ربنا لو معاهم فيش حاجه اسمها صعب. كل حاجه في المسيح سهله، كل حاجه في المسيح اسهل بتتغير. زي مثلا يعني انا يعني بقول كده انه الشخص اللي بيكذب او الشخص المنافق او الشخص اللي بيخطي يعني مثلا خطيه، فبيلاقي نفس الكذاب ان هو مش بيقدر يوقف، هو دايما تعود يكذب يكذب يكذب، فبتلاقي حد صاحبه اللي هم الاصحاب اللي هم مش ايجابيين وسلبيين وبيخلوه يتماد اكتر في الغلط، يقول له دير الكلب عمره ما يتعدل، ولكن ده غلط، يحبطوه اكتر يحبطوه. ولكن انت لو مع السيد المسيح، لو بتقرا الكتاب المقدس، لو انت مؤمن، هتلاقي نفسك لا انه انا ممكن ابطل اكذب، ممكن ابطل اغش، ممكن ابطل النفاق، فهتلاقي في تجديد. فالشخص اذا طلب التجديد هيتجدد. ولكن المثل ده انا شايفه قاسي وانا ضده، مش مع المثل ده، انا ما حبيتهوش بصراحه. هو كل واحد طبعا وليه وجهه نظر، رايك طبعا يحترم. بس الحته الاخيره اللي في ايه اللي احنا قريناها في ارميه بتقول، يعني ربنا بيقول ان انتوا متعلمين تعملوا الصح، يعني انتوا عارفين تعملوا الصح، المتعلمون الشر يعني علينا احنا. يعني ربنا عارف ان احنا بخطيتنا احنا بنحب الغلط. بس انا معاكم هساعدكم ان انتم ما تعملوش الغلط، فاحنا من نفسنا مش هنقدر نعمل الصح. ليه؟ علشان احنا رغبتنا في الغلط، لكن بالمسيح وبالانجيل زي ما انت بتقول نقدر نعمل اي حاجه. عشان كده الاشرار لازم يحطوا في دماغهم احنا صح، احنا عمرنا ما نقدر نغير اي حاجه خالص، عمرنا ما نحاول نقعد من يوم من غير خطيه من غير المسيح، بس بالمسيح كل حاجه صح، كل حاجه سهله. امين. كلامك جميل يا سامويل، وانا شايف ان دير الكلب ممكن يتعدل، ممكن يتعدل مع المسيح، مع المسيح، عمر ما يتعدل مع الناس العنيده اللي هي او اللي في حياتنا الارضيه. صح، لانه صح الكلب هو ديل، يعني هو المثل المتعلق بالكلب يا سامويل، لان الديل عمره صح ما يتعدل، لانه هو ديله كده. أيوة عامل أيوة كده أيوة. يعني فاللي هو ما ينفعش يتعدل. بس انا شايف المثل مش منطبق في حياتنا، لا. صح. الشخص ممكن يتغير. صح. فانا شايفش المثل غلط 100% يعني. انت ليك وجهه نظرك وتحترم، بس وجهه نظرنا ان احنا نشرب النعناع السقع. بيتك مطرحك يا سامويل. شكرا.